بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بكم يا جماعة في قناة عالم الزراعة، معاكم مهندس أحمد السعيد. موضوعنا النهاردة يا جماعة هنتكلم عن مرضين من أخطر الأمراض اللي بتصيب نبات القمح، رقم واحد وهو التفحم السائب، رقم اتنين البياض الدقيقي. اتكلمنا في الحلقة السابقة يا جماعة عن ثلاثة أمراض من أخطر الأمراض اللي بتصيب نبات القمح، وهما الأصداء الثلاثة، الصدأ الأصفر وصدأ الأوراق والصدأ الاسود او صدأ الساق، واتكلمنا عنهم بالتفصيل وشرحنا طريقة المكافحة والعلاج. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن مرضين خطيرين جدا برضو، وهو مرض التفحم السائب ومرض البياض الدقيقي. مرض التفحم السائب يا جماعة ده بيسببه فطر يعيش داخل جنين بذور القمح، وبيبدأ ينشط وينمو مع نمو البذور المصابة للنبات. والمرض ده يا جماعة عبارة عن كتل مسحوقية تصيب الأجزاء الزهرية أو سناب القمح، زي ما احنا شايفينها بالمنظر ده، كتل سوداء مسحوقية تصيب سناب القمح وبتدمرها، ممكن يدمر المحصول بشكل كامل يا جماعة. وبيبدأ ينتشر الفطر ده يا جماعة أو ينتقل إلى النباتات الأخرى عن طريق الرياح وعن طريق سقوط أو مياه الأمطار اللي بتنزل على النبات في وقت الإصابة. ومع اشتداد الإصابة بالمرض ده يا جماعة بيبدأ المحصول يتدمر عندك بشكل نهائي. فنخلي بالنا يا جماعة من المرض ده بشكل كويس جدا، تمام؟ رقم اتنين من الأمراض برضو اللي هنتكلم عليها النهاردة وهو البياض الدقيقي. اتكلمنا قبل كده يا جماعة في حلقة سابقة، وعشان ما طولش على حضراتكم، عن البياض الدقيقي وأعراضه على النبات، وهسيب لك الفيديو في حرف الآي تقدر ترجع له، وهقول لك على السريع كده إزاي تقدر تكافح البياض الدقيقي أو تكافح التفحم السائب على نبات القمح. التفحم السائب يا جماعة ممكن تستخدم له المركبات النحاسية، وزي ما قلت لك المركبات النحاسية لا مفعول السحر على العديد من الفطريات المسببة للأمراض الفطرية. رقم 2 ممكن تستخدم له انتراكول، رقم 3 رودوميل جولد، رقم 4 ممكن تستخدم كربندازين. بقى مركبات كتيرة جدا يا جماعة بتستخدمها لو ظهر عندك المرض ده، او حتى بترشها قبل ما يظهر عندك المرض ده عشان تشتغل وقائي، ما يستناش ان يبقى عندك اصابة وبعد كده تبدأ تكافح الاصابة دي. بعد كده يا جماعة من المركبات اللي بتستخدم لعلاج البياض الدقيقي ممكن تستخدم الكبريت الميكروني، ممكن تستخدم توبسن ام، ممكن تستخدم بلار توب، ممكن تستخدم امستار، الكثير من المركبات يا جماعه اللي بتستخدم لمكافحه البياض الدقيقي. بكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده اللي اتكلمنا فيها عن مرضين مهمين جدا، وهو مرض التفحم السائب في القمح زي ما احنا شايفينه كده، ومرض البياض الدقيقي على نبات القمح. اتمنى ان اكون قدمت لكم معلومه مفيده، واتمنى انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. شكرا لحضراتكم، تحياتي.